صباح الفل من سوق الوسلاتية. إذن اليوم طقس جميل، كان ثم صحب الصباح لكن طقس توا ثم جميل. إذن ننطلق في إذن البطاطا من 18% ل 2000، الطماطم 2700 ل 2800، الفلفل 2500 ل 3000، البصل 15%، الفول بين دينار و 1500، الجلبانة بين 3500 و 4000، قرع أحمر 3500 و 4000، قرع بوتوزين بين 2000 و 2500، والبلغاملة 8000 دينار الكيلو، السمارية بين 12% و 15%، المعدنوس وستلق وتلاف 600 مليون من الربطة، البنان نفس الأسوام 9 دينارات، التفاح 7000، الفريز 6000، وبرديان عصير 3000، والطمسم 4 دينارات. إذا نمشيو للحوم الحمراء، الحم علوش كيلو 40 دينار، البرش 40 دينار العلوش في الوسلاتية؟ 40 دينار في الوسلاتية بلاد العلوش. البرش 38 دينار، البقري هبرة 30 دينار كيلو، المخلط 25 دينار، قرشة بقري ب 8 دينارات. إذا نمشيو للدواجن، دواجن دجاج 8700 كيلو، سكالوب 14600، الكبدة اليوم قادمة ما تماش، إذا كويس دان 11500 كيلو، ومرياس دان 15 دينار الكيلو. وبمناسبة يعني السوق الأسبوعية في الوسلاتية، باش نعطيك السوق تاع الدجاج العربي، الدجاج العربي كان بين 17 و20 دينار، اليوم يتراوح بين الفروج يعني نقولوا نحن بلغتنا السردوك بين 35 دينار و 40 دينار. والعظام العربي 2500 الحارة. الحركية كيفاش كانت بالنسبة لليوم في السوق الأسبوعي إلى حدود هذه اللحظة على الأقل؟ إلى حدود هذه اللحظة. هو من مبدئيا هو زي السوق نتاع العيد نقولوا نحن، إذا أني أعطي ملخص ذلك، حركية نشاط وحيوية، إقبال كبير. إذا نمشي توا الأسماك، الورقة كيلو 17000 و800، القارب 800، تريليا بين 19600 و26800، سردينة كيلو 6000، بارس 3000، شورو 3000، خشين 8000، والمتوسط 6000، والقرنيط كيلو. سعادة إذا كنت تسمع فيه لأنه فما مشكل في التغطية برامو عندك سعادة. كنا سنة نعم تغطي عندي أو قلنا الأسماك. أيوة خلينا نعاودوا أسوام الحوت سعادة. الحوت عندنا الورات 17800، القاروس 21800، التريليا بين 19600 و26800، السردينة 6000، سبارس الشورو ب 3000، المرجان خشين 8000، المتوسط ب 6000، والقرنيط كيلو ب 28000. واضح سعادة السينا، حبيت نسألك على المراقبة لأنه فما مراقبة الاقتصادية، المراقبة الصحية زادة كيف موجودة في السوق الأسبوعي في الوسلاتية ولا لا؟ مع الأسف ما تماش اليوم الصباح، أنا موجود الصباح ممكن خاطر ما تجي الصباح، تم أسابيع المرة يعني المرة اللي مرة جاء 10:30 ومرة جاء 9:30 يعني انتهى. وأنا ديما نأكد أنه السوق الأسبوعية ديما في معتمدية الوسلاتية راهو النشاط يعني الإقبال يكون الصباح بين 7 و9، يعني سكان العمادات يجي يعني الصباح ومن بعد يقضي شورو على بكري ويروح. في علاقة بالمنتصبين في السوق الأسبوعي فما استظهار لللافتات نتاع الأسعار؟ الى حد ما نسبة ممكن نطور نسبة 80% ما تماش التسعيرة ماهيش موجودة. اليوم تحدي واضح، كيلو بنان امام الناس الكل فهمت كيلو بتسعة دينارات، كيلو قديش قول لك 9000. واضح، يعطيك صحة سعادة، شكرا لك يا سيدي على كل هذه المعطيات، مشكور. هذه كانت جولتنا في السوق الأسبوعي في الوسلاتية، فكرة عامة على أسوام الخضار الغلال اللحوم الحمراء والبيضاء في البوا مارشي. بوا مارشي فندق الغلة. فندق الغلة. سينو احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار في برنامجكم ماتينا للحياة، هذاك علاش نقولكم خليكم ديما برونشي، خليكم ديما في الاستماع في إطار تشريك المواطن في محتوى البرامج بتاعنا. تكلمونا على 70 035 أمي.